كلام على صفقة نادي الزمالك المحتملة، كان في كلام كبير على أري بابل، هل عندك الزمالك معلومات؟ هل الصحافة بتتكلم هناك على هذه الصفقة اللي توقفت بشكل كبير؟ الو tenho informação sobre esse الصحافة الأنغولية ذكرت الموضوع أن في تفاوض بين الزمالك وهاري بابيل، وهاري بابيل عامة هو لاعب ممتاز. احنا بنتكلم عن نادي كبير، نادي الزمالك دايما بيتطلب يكون اللاعب على أعلى مستوى، ويكون لكن هالي بابيل فعلا لعيب ناضج بيقدر يقدر يواجه اي صعوبات. هو لاعب منتخب ولاعب قوي، ويقدر يعمل احتراف كويس في نادي الزمالك.